البيوت في مناطق القدس المختلفة وفي غيرها وفي غيرها. إذن عندما نأتي اليوم ونلوم المقاومة، علينا أن نلوم القتلة والمجرمين، علينا أن نلوم هؤلاء الذين نقضوا عهودهم ولم يستجيبوا لنداء السلام. أبو عمار، غصن الزيتون رفعوا منذ عام 1974 في الأمم المتحدة، ماذا كانت النتيجة؟ نحن نقدم السلام ونواجه بالقنابل والصواريخ، يقتل أطفالنا وتقتل نسائنا، والآن يتم الإعدام بالرصاص، بياخدوا مجموعة عيلة عيلة يعدموهم في بيوتهم، بيجبروا أهلنا وشبابنا على أنهم يخلعوا هدومهم وياخدوهم ويعدموهم بزعم أنهم ينتمون إلى حماس، وهم ناس ما لهمش علاقة بأي حاجة. إذا نحن أمام مرحلة فاصلة، ويجب أن كل عربي يعرف كويس قوي أن اللي بيحصل في غزة والله سينتقل إلى مكان مكان. أوعى حد يقول لي أنهم هيعملوا كذا ولا ليهم علاقة بكذا، أبدا. أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، ده شعارهم، مش كده وبس. عايزين يستولوا على الثروات العربية وعلى النفط العربي، وسيطروا على البحار، وسيطروا على كل منطقة من مناطقنا العربية. النهاردة المقاومة الفلسطينية هي حجر عثرة أمام امتداد إسرائيل للدول العربية الأخرى. النهاردة المقاومة الفلسطينية درع حقيقي في الدفاع عن الأرض الفلسطينية، بل والدفاع عن شرف الأمة العربية. علينا أن نستوعب ما يجرى، علينا أن ندرك أن مساندتنا للمقاومة هي مساندة للشرف والكرامة، هي مساندة لأمتنا، هي مساندة لأمننا القومي. إما أن نكون رجالا بكل إيمان وبكل قوة، وإما أن احنا نسيبهم يعملوا اللي عايزين يعملوه. من منكم لا يسكب الدموع على هؤلاء الناس؟ من منكم يظل صامتا أمام ما يجرى؟ من منكم لا يعرف نوم الليل أمام مشاهد الأطفال الذين يقتلون ويسحلون؟ أنا أزعت لكم مبارح مشهد أسرة بأكملها تحت الأنقاض، وبنت صغيرة تقول طلعوا أخواتي وطلعوا أهلي الأول وأنا سيبوني للآخر. هذا الشعب العظيم، الشخص الفلسطيني شخص مقاتل بطبعه، منتمي للأرض، يفخر بعروبته، يفخر بقدسه، يفخر بأقصاه. فليس أمامنا إلا أن نساند وبكل قوة. احنا هنتكسف من مين؟ احنا هنخجل من مين؟ احنا هنعمل حساب مين؟ دول قتلة ومجرمين، علينا أن نقف بكل إيمان وبكل قوة عشان نرضي ربنا أولا أمام ما يجرى، عشان نرضي ضميرنا الوطني، ضميرنا القومي. في يوم من الأيام دخلنا معارك كثيرة وانتصرنا في معارك كثيرة، ولم ننتصر في معارك أخرى، لكننا كان عندنا إيمان ويقين إنه لحظة الانكسار مش معناها الهزيمة أبدا. و67 مثال، كان في نكسة لكننا انتصرنا. النهاردة يمكن 23 ديسمبر وحنكلمكم عليه، النهاردة ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي سنة 56. 67 سنة فاتت على ملحمة التضحية والفداء، يوم أن وقف الزعيم جمال عبد الناصر يعلن من على منبر الأزهر الشريف أن مصر ستقاتل ولن تستسلم. السنوات بتعدي ولكن تبقى ذكرى النضال، ذكرى المقاومة.